السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم مشاهدين ومستمعين الكرام في آخر جمعة من عام 2022. نقدم لكم فيها حصادا لهذا العام، نبدأها بحوصلة لأبرز وأهم أحداثه. عقب فشل إجراء انتخابات ديسمبر العام الماضي، عقيلة يعلن في يناير اعتزامهم تشكيل حكومة جديدة والبدء في تسلم ملفات المرشحين لمنصب رئيس الحكومة، والدبيبة يعتبر الخطوة محاولة لإعادة الانقسام. وفي العاشر من فبراير، برلمان طبرق يختار فتح باشاغا رئيسا للحكومة في جلسة شابها العديد من المطاعن، خاصة بعد إعلان منافسه خالد البيباس عدم صحة انسحابه كما أعلن عقيلة صالح أثناء جلسة التصويت، ورفضا واسعا تلقاه هذه الخطوة. وفي 21 من فبراير، الدبيبة يعلن خطة عودة الأمانة للشعب المكونة من 4 مسارات لإجراء انتخابات برلمانية في يونيو وإجراء الاستفتاء على الدستور. وفي تجاهل للأصوات الرافضة والمحذرة والداعية للتراجع عن خطوة تشكيل حكومة جديدة، فتح باشاغا في 3 مارس يؤدي اليمين رئيسا للحكومة الموازية من قبل في برلمان طبرق، ويعلن أن حكومته ستباشر دراسة كافة الخيارات والتدابير اللازمة لاستلام السلطة في طرابلس، وحكومة الوحدة تتمسك بموقفها الرافض. وفي أبريل، وبعد عجز باشاغا عن دخول طرابلس لأكثر من شهر، محتجون بشرق وجنوب البلاد يعلنون إيقاف إنتاج وتصدير النفط من مناطقهم لحين تسليم حكومة الدبيبة السلطة للحكومة الموازية، والمؤسسة الوطنية للنفط تعلن حالة القوة القاهرة في حقول الفيل والشرارة والزويتين والبريغا بسبب إغلاقها من محتجين. وفي منتصف مايو، باشاغا يغادر طرابلس بعد وساطة من أطراف محلية إثر محاصرته في اشتباكات عنيفة بعد تسلله ليلا وتحصنه بإحدى الكتائب العسكرية بطرابلس في محاولته الثالثة لدخول العاصمة ومباشرة مهامه كرئيس حكومة من داخلها، والتي باءت بالهزيمة والفشل. وفي 21 من يونيو، انتهت المهلة المحددة في خارطة الطريق التي أقرها ملتقى الحوار الليبي في جنيف برعاية الأمم المتحدة، ويأتي انتهاء المهلة عقب فشل اجتماع لجنة المسار الدستوري الليبي في التواصل إلى اتفاق، وفي ظل التحشيدات العسكرية في العاصمة ومحيطها عقب تشكيل حكومة موازية ترفض التسليم لها حكومة طرابلس. وفي 28 من يونيو، عقيلة والمشري يلتقيان في جنيف برعاية مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفاني ويليامز لمناقشة القاعدة الدستورية للانتخابات، لينتهي اللقاء بالفشل بعد 2 بسبب الخلاف على ترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات الرئاسية.
وفي الأول من يوليو احتجاجات ومظاهرات في العاصمة طرابلس ومختلف مناطق ليبيا تطالب بتحسين الأوضاع المعيشية والتعجيل بحل الأزمة الليبية وإجراء الانتخابات. وفي طبرق المحتجون يقتحمون مقر البرلمان ويضرمون فيه النيران. وفي منتصف يوليو رئيس حكومة الوحدة الوطنية يقيل مصطفى صنع الله ويكلف فرحات بن قدارة برئاسة المؤسسة الوطنية للنفط. وبن قدارة يعلن من بنغازي تكليفه رسميا من حكومة الوحدة الوطنية في حضور اللجنة التسييرية لمشايخ وأعيان منطقة الهلال النفطي التي رحبت بإقالة صنع الله وتكليف بن قدارة وأعلنت إعادة افتتاح الموانئ والحقول النفطية. وأما في نهاية يوليو مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة الخاصة بليبيا ستيفاني ويليامز تعلن انتهاء مهمتها دون التوصل إلى حل للأزمة الليبية ولا اتفاق بشأن القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات في ليبيا. وفي أغسطس وأعقاب رسائل متبادلة بين بشاغة والدبيبة في ظل تزايد التحشيدات العسكرية اندلعت اشتباكات عنيفة في طرابلس وما حولها أسفرت عن عشرات القتلى والجرحى في محاولة بشاغة الرابعة لإزاحة حكومة الوحدة من سدة الحكم بطرابلس. وإلى سبتمبر وفي الثاني منه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يعلن تعيين الدبلوماسي السنغالي عبدالله باتيلي مبعوثا خاصا له في ليبيا خلفا ليان كوبيش بعد قرابة 9 أشهر من شغور المنصب بسبب عدم اتفاق الدول الأعضاء في مجلس الأمن. وفي 3 أكتوبر وفد تركي رفيع المستوى يزور العاصمة طرابلس للتوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الموارد الهيدروكربونية لتطوير مشاريع استئناف وإنتاج وتجارة النفط والغاز الطبيعي مبنية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين البلدين. وفي 21 أكتوبر وعقب اجتماعهما في الرباط المغربية المشري وعقيلة يعلنان اتفاقهما على توحيد السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية قبل نهاية العام مع استمرار مباحثات القاعدة الدستورية بينهما. وفي يوم الأحد 27 نوفمبر توفي الشيخ غيث الفاخري نائب مفتي عام ليبيا عن عمر يناهز 72. وفضيلة المفتي ينعى الفاخري ويؤم المصلين في جنازته في 28 نوفمبر.
وفي نوفمبر أيضا أعضاء من المجلس الأعلى للدولة يطعنون أمام الدائرة الدستورية في قرار تعيين الصديق الصور نائبا عاما، وأعضاء من النيابة يستنكرون ويتهمون الطاعنين بالفساد ويتوعدونهم بالملاحقة، والمجلس الأعلى للدولة يؤكد صحة إجراءات تكليف الصور. وإلى شهر ديسمبر وفي السادس منه، برلمان طبرق يصوت على قانون لإنشاء محكمة دستورية في بنغازي يسلب المواطنين حق الطعن أمامها، ومجلس الدولة يستنكر ويرفض الخطوة، والمشري يعلن تعليق اتصالاته مع عقيلة حتى إلغاء القانون. وفي منتصف ديسمبر، المحكمة العليا تقرر رفض العمل بقانون المحكمة الدستورية، وتعلن استمرار عمل الدائرة الدستورية في ممارسة اختصاصاتها ومهامها والنظر في كل الطعون المرفوعة إليها. وعقيلة والمشري يعلنان في بيان مشترك عقب قرار العليا الاتفاق على عدم إصدار القانون. أيضا في أواسط ديسمبر، السلطات الأمريكية تعلن احتجاز المتهم في تصنيع قنبلة تفجير طائرة لوكربي أبو عجلة مسعود والبدء في محاكمته، والدبيبة يؤكد تسليمه وفقا لاتفاقية أمريكية ليبية سابقة، ويشدد على الفصل بين الملاحقة الجنائية وملف التعويضات الذي أكد أنه أقفل ولن يسمح بإعادة فتحه. ونختم حوصلتنا بهذا الخبر. في 26 من ديسمبر، الإفراج عن الطيار عامر الججم المشارك في العدوان على العاصمة طرابلس في صفقة تبادل أسرى، مقابل الإفراج عن قرابة 15 أسيرا لدى حفتر غالبهم من المنطقة الشرقية، من بينهم مسؤول أمن درنا سابقا العميد يحيى أسطى عمر وعدد من النساء. إذن مشاهدينا ومستمعينا الكرام، عام كان حافلا بالأحداث والتطورات، نقف عند أبرزها مع ضيوفنا، ضيوف حلقتنا لهذه الليلة الذين أرحب بهم مباشرة من استديوهاتنا في طرابلس، كل من صلاح البكوش المحلل السياسي وكذلك يوسف البخبخي الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي. أرحب بضيفي الكريمين جميعا، ولعلي أبدأ مع سيد صلاح البكوش. أستاذ صلاح، عام كما أشرنا حافل بالأحداث والتطورات التي ربما جزء منها مفصلي ومهم ومؤثر على غيره من الأحداث، برأيك ما هو أبرز حدث جرى خلال هذا العام وكان له تأثير كبير على المشهد السياسي في ليبيا؟ في تصور أن الحدث الأكبر والذي له التأثير الأكبر على المشهد السياسي في ليبيا ليس فقط هذا العام، ولكن في العام الذي قبله وما قبله، وهو فشل مجلسي النواب والدولة للسنة السابعة على التوالي في إنهاء الفترة الانتقالية وإقرار دستور،
والخروج من هذا المأزق السياسي الذي نحن فيه. أعتقد أن هذا هو الخبر الرئيسي الذي نستطيع أن نخرج به من هذا العام فشل آخر، وتستمر هذه المأساة للسنوات العشر الماضية في فشل النخبة السياسية في إنقاذ البلد من هذا المأزق الذي نحن فيه. يوسف البخبخي، لو أردنا عنوانا لهذا العام المنصرم، ما هو العنوان الأبرز الذي تضعه له؟ ما هو السمت الأكبر الذي يتسم به؟ في الحقيقة بدءا تحية طيبة لك وللأستاذ صلاح ولمشاهديك الكرام. الحقيقة هي السنة ملأة بالإحباطات، ملأة بكل ما هو سلبي، تراكمت فيها الحقيقة الإشكالات، تراكمت فيها الأزمات، وخصوصا يعني تنامي الأزمة الحياتية على المواطن الليبي. إذا أردت أن أؤشر حقيقة إلى حدث هو يعني ربما يعني تداخل من الأحداث، هو إجهاض في تقديري، إجهاض خارطة الطريق مجلس النواب. أنا في نظري إجهاض خارطة الطريق مجلس النواب في محاولتهم لسحب البساط من خارطة الطريق جنيف تونس والاستحواذ على المشهد من جديد. في تقديري يظل هذا هو الحدث الأبرز، وهو الحدث الذي يتحكم في المشهد حتى هذه اللحظة، هو عجز مجلس النواب عن استعادة المشهد. ومن هنا قد نعطي قدرا من التقدير لدور مجلس الأعلى للدولة في إجهاض ما يسمى بالتعديل الدستوري 12، دور كذلك البعثة الأممية والمجتمع الأممي، وكذلك ما ذكرته وكيلة الأمين العام. فشل ما أقروه من عدم حصول مجلس النواب على التوافق، عدم حصوله على النصاب، بل وصف في تقرير وكيلة الأمين العام بأن هناك قدر من الإرهاب مورس في محاولة لفرض ما يسمى بالتعديل الدستوري 12. وفي الحقيقة كان الهدف الرئيسي هو صناعة الحكومة الموازية. فشل هذا المشروع برمته، إحالة مشروع هذه الحكومة إلى صورة حكومة أو فكرة حكومة، والحيلولة دونها والاستحواذ على المشهد أو النزول للواقع. في تقديري هذا حدث رئيسي، وهذا الحدث له ما بعده، وهذا ما نشهده اليوم من انتكاسات لمجلس النواب رغم مؤامراته التي لن تتوقف بعد. طيب أستاذ صلاح البكوش، أشرت في حديثك إلى أن أبرز حدث ربما هو الفشل في الوصول إلى اتفاق حول الانتخابات، هذا ليس فقط لهذا العام وإنما حتى العام الذي قبله والذي قبله. ربما في الحقيقة الانتخابات كانت مقررة في نوفمبر، تم إقرارها في نوفمبر 2020 قبل أكثر من عام على ديسمبر الماضي، وفشلت في ديسمبر الماضي، والآن نحن أكثر من عام الآن على هذا الموعد، موعد الانتخابات، دون تحديد حتى موعد، دون إجراء الانتخابات ولا تحديد حتى موعد من أجل إجرائها. برأيك يعني عامان حتى الآن، ألم تكن مدة كافية من أجل على الأقل تحديد موعد نهائي لإجراء هذه الانتخابات؟ أولا المدة ليست عامان، المدة 7 سنوات منذ اتفاق الصخيرات في 17 ديسمبر 2015، الذي نص في مادته 22 على أن على مجلس النواب والدولة 4 أشهر قبل أن تنهي هيئة صياغة التوافق على قانون للاستفتاء وقوانين للانتخابات. أنهت الهيئة عملها في مايو 2017 ولم نرى شيئا. فالقضية ليست قضية أن الاتفاق الأخير، لأن اتفاق
2015 17 ديسمبر 2015 ما يسمى باتفاق الصخيرات، كان لتأسيس حكومة موحدة سميناها حكومة الوفاق الوطني، وأيضا للذهاب لانتخابات. وما الذي حدث في 2016؟ أسس مجلس النواب حكومة موازية بقيادة السيد الثني، وفشلت الانتخابات، وفشل مشروع الاستفتاء على الدستور. أتينا لجنيف وأسسنا حكومة وحدة وطنية، سميناها وحدة وطنية على أساس أن تقوم هنا انتخابات في 24 ديسمبر 2021. وما الذي حدث؟ 2022 أسس مجلس النواب حكومة موازية وفشلت الانتخابات. فهي مستمرة منذ 7 سنوات وليست جديدة. ولهذا أنا أجد أن هذا هو العنوان الرئيسي الذي نخرج به من هذا العام، وهو استمرار الفشل من قبل مجلسي النواب والدولة، وفشل النخبة السياسية عموما منذ 2011 في القيام بأي شيء. نعم، ولكن لم يكن هناك موعد في السابق، يعني قبل 24 من ديسمبر لم يكن هناك موعد محدد من أجل إجراء الانتخابات. بعد عدوان حفتر على العاصمة طرابلس في 2019 والذي استمر قرابة عام ونصف، ودخلنا في ملتقى الحوار الليبي بقيادة ستيفاني ويليامز، تم تحديد في نوفمبر في تونس، تم تحديد 24 من ديسمبر موعدا نهائيا من أجل إجراء الانتخابات ووضع قاعدة دستورية لإجراء هذه الانتخابات. جاء 24 من ديسمبر العام الماضي وفشلت هذه الانتخابات، وظلت الأصوات تنادي بضرورة إجرائها دوليا ومحليا. مع ذلك يمر الآن أكثر من عام دون الوصول أو حتى الاقتراب من هذا الهدف. لماذا يعني رغم كل التأكيدات، رغم البعثة الأممية ودورها، رغم يعني الضغوط الدولية من أجل إجراء الانتخابات، وحتى الحراك المحلي الداخلي، لم نصل إلى نقطة نحدد فيها حتى موعد؟ كعدة أسباب، ولكن أهمها أن الأجسام المتواجدة لا تريد انتخابات. وهنا أنا أختلف مع الدكتور يوسف في أن يجب أن نشكر مجلس الدولة لأنه شارك في إفشال مشروع النواب. مجلس الدولة مسؤول عن إفشال الانتخابات لأن مجلس الذي أعطى التزكيات لحكومة موازية. مجلس الدولة، من الذي أعطى تزكيات للانقلاب على استقلالية القضاء؟ مجلس الدولة. من الذي يحاول الآن العودة والحديث عن العودة إلى المحادثات مع مجلس النواب؟ منين التي تقول بأن الانتخابات عندما يتفق عليها مجلس الدولة ومجلس النواب ستحدث بعد 240 يوم من إصدار القوانين، وتقول المادة 187 ومن ثم نقرر ما الذي يحدث. هذه صاغها مجلس الدولة وموجودة على موقعهم. فلا أدري أنا لماذا نشكر مجلس الدولة. أنا شخصيا أنا أعتقد أن مجلس الدولة طابور خامس وهو العدو داخل الأسوار. طيب، دعنا نتيح الرد إلى الدكتور يوسف البخبخي. دكتور يوسف، عامان منذ، أو أكثر من عامان بالأحرى، منذ تحديد موعد 24 من ديسمبر موعدا للانتخابات، فشل حتى الآن حتى في تحديد موعد جديد لإجراء هذه الانتخابات، رغم المبادرات، رغم حتى أن حكومة الوحدة الوطنية حاولت أن تطلق مبادرة لإعادة الأمانة للشعب أيضا، وهذه المبادرة أو هذه الخطة هي أيضا يبدو أنها انتهت إلى فشل ذريع، لأن كانت المفترض أن تجري انتخابات في يونيو الماضي ولم تنجح هي الأخرى. لماذا برأيك هذا الإخفاق؟
الإخفاق لأن العملية السياسية برمتها هي رهينة مجلس النواب السياسي أو اتفاق الصخرات، سواء ما تعلق بقانون الاستفتاء، ما تعلق بالقوانين الانتخابية، طالما أن العملية هي رهن موافقة ورهن إرادة مجلس النواب فلن تكون هناك انتخابات. المجلس الأعلى للدولة، مع أنني أتفق مع الأستاذ صلاح في داخل المجلس الأعلى للدولة هناك حالة من الانقسام، الرئاسة مهيمنة بشكل كبير جدا، لإرادة مجلس النواب في سبيل البقاء في المشهد، وهذا ما نشهده سواء متأخرا فيما يتعلق بالانخراط في مشاريع عجيبة من عملية استكمال المناصب السيادية، البحث عن حكومة ثالثة. الفكرة طالما أن العملية السياسية، طالما أن التغيير هو رهن مجلسي النواب والأعلى للدولة طبقا للاتفاق السياسي، لن يكون هناك تغيير. التغيير يتأتى من خلال إزاحة هذين المجلسين، وخصوصا مجلس النواب. اليوم نعيش تاريخا حقيقة من العمالة، نعيش تاريخا من الاعتداء على مدن ليبيا، إضفاء الشرعية على المشروع الانقلابي. لا يمكن لهكذا مجلس، هو واجهة سياسية انقلابي، هو في حقيقة الأمر مطية لجهاز المخابرات العامة في مصر، وهذه ليست اتهامات بعيد. هكذا مجلس لا يمكن أن نتوقع منه أن يسلم الأمر. أو ماذا عن باقي الأجسام؟ أنت يعني ذكرت دكتور يوسف بأن فشل الانتخابات بسبب الارتهان لمجلس النواب، ووصفت مجلس النواب بالعمالة وغير. ماذا عن باقي الأجسام؟ ماذا عن مجلس الدولة؟ ماذا عن الحكومة أيضا، حكومة الوحدة الوطنية؟ سيد صلاح البكوش يقول أن كل الأجسام الموجودة الآن في المشهد متسببة في عدم الوصول للانتخابات، لأنها جميعها لا تريد الوصول إلى الانتخابات ولا تريد مغادرة المشهد. نحن ما نشهده داخل المجلس الأعلى للدولة بشكل واضح جدا أن هناك المشروع الإخواني. المشروع الإخواني في حلقته الأولى ارتبط بمجلس النواب من خلال الدفع ببشاغة والتزكيات التي ذكرها الأستاذ صلاح في محاولة لإجهاض حكومة الوحدة الوطنية. وفي حقيقة الأمر إجهاض حكومة الوحدة الوطنية هو إجهاض العملية الانتخابية، ذلك هو الهدف. الحلقة الثانية من المشروع الإخواني والتي تجلت الآن فيما يقوم به السيد خالد المشري ومن حوله ومؤيديه من عناصر حزب العدالة والبناء، أو من جماعة الحزب الديمقراطي، أو من زبائنيته داخل المجلس الأعلى للدولة في مشروع تغيير المجلس الرئاسي والحكومة الثالثة. نحن نشهد التحام مشروعين، هذا مشروع مرتبط بالمجلس الأعلى للدولة، المشروع الإخواني والمشروع الانقلابي. طيب قبل أن نتحول، أعود إلى ضيفي سيد صلاح البكوش. ذكرت حكومة الوحدة الوطنية وقالت أن إجهاضها هو إجهاض للعملية الانتخابية. هل تعتقد بأن حكومة الوحدة الوطنية فعلا كانت جادة في الوصول إلى الانتخابات، خاصة عن طريق خطتها أو مبادرتها لإعادة الأمانة للشعب؟ وإذا كانت جادة في الحقيقة، فلماذا فشلت في الوفاء بإنجاز خطتها والوفاء بما تعهدت به من إنجاز انتخابات في يونيو باختصار رجاء؟ تعلق بحكومة الوحدة الوطنية، حكومة الوحدة الوطنية كأي حكومة من الطبيعي أن تتعلق بالسلطة وأن تحرص على البقاء بالسلطة، ولكن في حقيقة الأمر العملية الانتخابية ليست رهنا لإرادة حكومة الوحدة الوطنية، بل هي رهن لإصدار تشريعي يتعلق إما بقاعدة دستورية أو بقانون انتخاب، وهذا الأمر لا تمتلكه حكومة الوحدة الوطنية. المفوضية العليا للانتخابات هي رهن مجلسي النواب
والأعلى للدولة. فمن ثم لوم الحكومة المحلة الوطنية في هذه الجزئية في تقديري هو أمر بعيد نسبيا. نعم واضح واضح. أستاذ صلاح البكوش، يعني ذكر ضيفي بأن لا يمكن الوصول للانتخابات في ظل وجود مجلسي النواب والدولة، خاصة مجلس الدولة برئاسته الحالية. في هذا العام شهد مظاهرات وشهد حراكا كبيرا من أجل إسقاط مجلسي النواب والدولة، وشهدنا في طبرق مداهمة واقتحام مقر مجلس النواب، وحتى إضرام النيران يعني فيه، وكما شهد هذا العام مبادرات أيضا خاصة في نهاياته، مبادرات من أجل إجراء الانتخابات. كيف تقيم هذا الحراك الشعبي وهذه المبادرات؟ هل تعتقد بأنها ارتقت إلى المستوى المطلوب أم أنها لا زالت دون المطلوب بكثير؟ أنا أتفق مع الدكتور يوسف في أن وصلنا إلى نقطة أصبح فيها من الواضح أن هذين المجلسين، مجلس نواب ومجلس دولة، ويجب أن لا ننسى المجلس الرئاسي الذي تقدم بمبادرتين، إذا استطعنا أن نسميهم مبادرة، مبادرة من السيد اللافي والتي قدمها لمجلس الدولة ورفضت. المبادرة السيد اللافي تدعو إلى تبني السماح لمزدوجي الجنسية والعسكريين بالترشح للرئاسة، هذه خطوة السيد اللافي. السيد المنفي أصدر ما سماه زيفا وبهتانا مبادرة، وقال مبادرة سي المنفي لنجتمع يا عقيلة ويا مش نجتمعوا، شنو بنجتمعوا؟ شنو يعني يعني بيجتمعوا بيتقاسموا، يعني كيف تبوا تاخذوا انتوا الرئاسي، عقيلة رئيس وخالد المشري عضو او رئيس وزراء، وليش نحن طلعونا؟ يا اما نخش نقسموا مع بعضنا وكل واحد ياخذ قرعته، يا اما ما فيش. هذه هي الاسام. السيد بيبة لا يعني متاع قصة متاع أن انتخابات مع يونيو وما إلى ذلك، يعني ليست لديه الصلاحية أن يجري انتخابات. كل ما لديه في الانتخابات هو توفير الأمن وتوفير الميزانية، لا يستطيع أن يصدر قوانين ولا يستطيع أن يدير العملية الانتخابية. ولكن بطبيعة الحال الحكومة تريد أن تبقى في المشهد أيضا، لكنه ليس مسؤول على كلامك هذا، ليس مسؤول على عدم إجراء الانتخابات. لا، ليس مسؤول عن إجراء الانتخابات. يعني السيد السايح في كلمته المتلفزة أمام مجلس النواب تحدث عن القوة القاهرة ولم يذكر الحكومة. نعم واضح. بل في عدة مناسبات شكر الحكومة على دعمها وعلى توفير الأموال وما إلى ذلك. فهذه القصة يعني الجميع يعرف ما لماذا فشلت الانتخابات. طيب. المجتمع الدولي يعرف لماذا فشلت الانتخابات. دور مؤسسات المجتمع المدني، دور الحراك الشعبي، تحدثنا عن الأجسام السياسية الموجودة حاليا ودورها في فشل الانتخابات، ماذا عن الحراك؟ خرج الشعب الليبي في يوليو الماضي في حراك كبير، يعني عم مختلف المدن الليبية يطالب برحيل الأجسام الحالية، مجلس النواب ومجلس الدولة، ويطالب بإجراء الانتخابات، وأحدث شيء من الضغط، ولكن يعني لم يوصل هذا الحراك إلى ثمرة ما. أنا عايش في طرابلس وما شفتهاش أنا يا عبد الرحمن. حراك في يوليو، حراك الشعب في جميع أنحاء ليبيا، ما شفتهاش أنا. في 1/7، في يوم 1/7 خرج متظاهرون ومحتجين. قاعدين نحن نطلعوا يا عبد الرحمن 50 واحد، 50 نحن قاعدين نطلعوا 50 واحد، 100 واحد في طرابلس، وأنا حاضر تقريبا جميع الوقفات. واقتحام مقر البرلمان في طبرق، النخيل قدام الأمم المتحدة إلى قدام هذيك لحظة
فريدة من نوعها. ولكن خلينا نقول لك الحراك الشعبي، ليس هناك حراك شعبي كبير، أوكي، بل خجول ويعني محبط. ولكن هناك ما يكفي من 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 غضب شعبي حول الأوضاع العامة وما إلى ذلك، وزكاها تسجيل ما يقارب 3 مليون ليبي للانتخابات، و5000 مرشح للانتخابات التشريعية وما إلى ذلك. هذا كله زكى الدفع بأن الليبيون قد سئموا هذا الوضع ويريدون أن يغيروا القيادات السياسية، وهو ما رأيناه ينعكس في مواقف بعض الدول المؤثرة في المشهد. رأينا البيانات الأخيرة، إفادة السيد باتيلي أمام مجلس الأمن في 16 من هذا الشهر، والتي قال فيها بالحرف الواحد أنه يجب على مجلسي النواب والدولة أن يخرجا بخارطة طريق انتخابية بسرعة وذات مصداقية، وإلا سوف نبحث بل علينا أن نبحث عن بدائل أخرى. وكرر بنفس حرفيا هذا الكلام كل من بريطانيا وأمريكا وإيطاليا وألمانيا. فهذا دليل على أن سنعود إلى هذه النقطة، البدائل الأخرى أثر في هذه الدول. نعم. سيد صلاح البكوش، أستاذ أو بالأحرى دكتور يوسف، تحدثنا عن مسؤولية الأجسام السياسية الحالية عن فشل إجراء الانتخابات، عن ما آلت إليه الأوضاع يعني في ليبيا خلال هذا العام. ماذا عن مسؤولية النخب الوطنية، النخب الليبية من غير الطبقة يعني السياسية المتصدرة؟ شاهدنا العديد من المبادرات، مبادرة 100 شخصية، مبادرات أخرى من أجل يعني الضغط. السيد صلاح البكوش يقول بأنها مبادرات ضعيفة، ويعني الشارع يعني ليس هناك حراك كبير في الشارع يؤدي إلى الضغط. بالتالي سؤالي هو، ما مدى مسؤولية الشارع الليبي عن الإخفاق السياسي الذي نشهده اليوم ونعيشه؟ الحقيقة مسؤولية النخب مسؤولية كبيرة جدا ومسؤولية تاريخية. وما حدث حقيقة، حتى عندما نتحدث عن الشارع، عن عزوف الشارع، عن انتكاسة الحراك العام، حقيقة المسؤولية تقع على عاتق النخب. اليوم الشارع يعيش أزمة ثقة في النخب السياسية. هذه النخب حقيقة التي اعتلت فبراير منذ لحظة انطلاقتها في 2011 إلى يومنا هذا. ودعنا يا سيدي حتى نتوقف عند النخب الوطنية، لا نتحدث عن نخب ربما ظهرت ونطلق عليها نخبا كما هم أعضاء مجلس النواب مثلا، وهم في حقيقة الأمر مكون من مكونات الثورة المضادة. دعنا نتحدث عن النخب الوطنية. النخب الوطنية، النخب التي سادت مثلا المؤتمر الوطني العام، هي من أجهضت المؤتمر الوطني العام، هي التي اليوم موجودة في المجلس الأعلى للدولة. النخب الوطنية التي هي خارج المؤسسات في كذلك ارتبطت بهذه المؤسسات في محاولة للبحث عن مواقع، عن مناصب، عن غنيمة، عن سفرات، عن أموال. أين تلك النخب التي تمثل حقيقة ألم المواطن، تمثل حقيقة أهداف فبراير، قضية فبراير، الحقوق، الحريات؟ هذه النخب عموما، سواء كانت في المجتمع المدني، سواء من خرط منها في المؤسسات، هي التي أسست لأزمة الثقة، وهي التي في حقيقة الأمر تتحمل المسؤولية كاملة في عزوف هذا الشارع عن الحراك وعن الارتباط بالعملية السياسية أو بالعملية الانتخابية في الفترات الفائتة. لا ننسى ما كان يردده الشارع في انتخابات
البرلمان أو ما بعد انتخابات المؤتمر الوطني العام، تلك الكلمة التي كانت تتردد في الشارع الليبي صبع قصة، لو يعني أوصل الشارع إلى حالة من الإحباط. من الذي يتحمل هذه المسؤولية؟ هذه مسؤولية النخب، هي التي حقيقة أدت بالشارع إلى حالة انسداد، وأدت بالحالة السياسية إلى ما نشهده اليوم. ولهذه اللحظة، دعك حتى من تلك النخب التي ارتبطت بالمشروع الانقلابي ورأت فيه أنه سبيلا لإنقاذها من الجماعات المسلحة، كل تلك النخب اليوم ليست على مستوى الحدث وليست على مستوى المسؤولية. المبادرات التي نراها ومنها مبادرة 120 هي مبادرة محدودة، هي محاولة لإيقاظ هذه النخب لرفعها إلى مستوى المسؤولية في محاولة لاستعادة الدور. لكن حقيقة أزمة النخب أزمة حقيقية، وأنا في تقديري هي من تتحمل المسؤولية كاملة على ما نحن فيه، سواء كانت في داخل الإطار المؤسسي أو في إطار المدني أو ممن حتى وقفت موقف المتفرج. نعم أستاذ صلاح البكوش، في سياق له علاقة، يعني في أكتوبر الماضي رأينا عودة التقارب ما بين خالد المشري وعقيلة صالح والتقاؤهما في مدينة الرباط المغربية، حيث أعلن في بيان في مؤتمر صحفي مشترك أنهما اتفقا على تغيير السلطة التنفيذية وتوحيدها في كامل ليبيا، أيضا تغيير المناصب السيادية، تعهد بأن تغيير السلطة التنفيذية والمناصب السيادية سيتم قبل نهاية العام، أيضا قال بأنهما تباحثا حول موضوع القاعدة الدستورية، هذا التقارب قبل طبعا أن يوقفه موضوع قانون المحكمة الدستورية الذي صدر في ديسمبر. هذا المسار، مسار التقارب بين عقيلة والمشري، إلى أين انتهى؟ والمؤقتا فشل هذا المشروع، ولكن هذا لا يعني أنه فشل تماما. أولا يجب أن نوضح بأن عند الحديث عن تغيير في السلطة التنفيذية وتغيير المناصب السيادية تحت ذريعة أننا نحتاج إلى حكومة موحدة تبسط سيطرتها على جميع الأراضي الليبية وما إلى ذلك من هذا الأساطير، يجب أن نعرف أن حكومة ليبية في هذا الوقت في هذه الظروف تبسط سيطرتها على كامل التراب الليبي، هذه مجرد أكذوبة، لأن هذا ما وعدونا به في 2020 أو 2021 عندما شكلت حكومة الوحدة الوطنية وأعطيت الثقة ب 132 صوت مقابل امتناع شخصين من مجلس النواب. وما الذي حدث؟ في شهر 3 أعطيت الثقة، في شهر 4 رفض حفتر دخول دبيبة وحكومة الوحدة الوطنية إلى بنغازي. فأي حكومة وحدة وطنية وما إلى ذلك؟ القضية هي أن على الليبيين يفهموا أن عقيلة صالح والمشري إذا سمحنا لهم بتشكيل حكومة فيها 30 وزير وفيها 126 سفارة و10 مليون ملحق ومجالس إدارة ورؤساء مجالس إدارة شركات عامة، هذا كله سوف لن يسمح لعقيلة والمشري بالتخلي عنها وإجراء انتخابات. يعني كيف أنا بشكل حكومة من هنا وبعدين بنقمعزوا نقسموا المناصب السيادية وبنقسموا الوزارات ووكلاء الوزارات والسفارات وما إلى ذلك، مش بندير لك انتخابات مش نطلع بعدها بثلاث شهور؟ هذا بالليبي بالعربي. نعم. الواقع. نعم. ولذلك هؤلاء لا يريدون انتخابات، ولكن هذا لن يمنعهم من الاتفاق على قاعدة دستورية وقوانين انتخابات باش يسكتوا بها المجتمع الدولي وبثلي والليبيين
وبعدها يقول لك اوكي يا هو اعطيناكم هذه القوانين الانتخابيه والقاعده الدستوريه، خلونا نديروا حكومه توا ويديروا لك حكومه، وبعدين لما تجي بعد 4 شهور 6 شهور بيقول الانتخابات يقول لك والله وما زالته والامن طيب. مش 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 مستقر والحكومه ما زال ما تمكنتش واضح. وما الى ذلك. واضح استاذ صلاح، وهذا ربما يعيدنا الى السؤال عن الخيارات البديله، اذا كان مجلسي النواب والدوله لن يرحل من المشهد ولن يتفق على اجراء انتخابات حقيقيه، فما هو البديل؟ لكن قبل ذلك اعود الى ضيفي السيد يوسف. دكتور يوسف، في امام هذا الانسداد السياسي الكبير وفشل المجلسين مجلس الدولة والنواب في الاتفاق على قاعدة دستورية، دخل على الخط المجلس الرئاسي بعدة مبادرات، آخرها يعني المبادرة الأخيرة التي دعا فيها إلى لقاء برعايته بين مجلسين النواب والدولة في غدامس، والذي من المقرر أن يكون في 11 من يناير القادم. باعتقادك يعني كيف تنظر إلى هذه المبادرة؟ هل تعتقد بأن المجلس الرئاسي ربما ينجح فيما فشلت فيه البعثة الأممية والمحاولات السابقة لإيجاد قاعدة دستورية؟ لا 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 أعتقد، يعني هي مبادرة من قبل المجلس الرئاسي من باب رفع الملام ومن باب البحث أو إعطاء يعني صورة أو انطباعا أن المجلس الرئاسي يقوم بدور سياسي أو بدور وطني، يعني وثيق الصلة بموقعه، ولكن في الحقيقة هي ليست، لا ترتقي حقيقة كما ذكر الأستاذ صلاح، لا ترتقي إلى مستوى مبادرة، هي أقرب من دعوة فيها قدر من الاستجداء لمجلسي النواب الأعلى للدولة للقاء، ولم يستجيب على الأغلب. ولكن ربما ما قد يكون إيجابيا من وراء هذه الدعوة اليتيمة أن المجلسين سيرفض، وهذا طبعا سيضعهما أمام المسؤولية أمام المجتمع الدولي أن هذين المجلسين ليس بوارد الالتقاء على إنجاز العملية الانتخابية، بل كل لقاءاتهم وحتى ما كان مقترحا بخصوص موضوع الزنتان ليس أكثر مما وصفه مبعوث الأمين العام، هي مناورات للتأجيل. ومن هذا المنطلق يعني رفض المجلسين قد يوظف في إطار الدفع نحو ما تطرق إليه مبعوث الأمين العام وتطرقت إليه بعض الأطراف الدولية، وهو قضية الآليات البديلة. يعني بمعنى آخر نحن نقترب من إضفاء المشروعية أو الشرعية على فكرة الآليات البديلة. آليات البديلة. نعم. سيد صلاح البكوش. نستطيع هذه الأطراف. واضح واضح دكتور يوسف. سيد صلاح البكوش، هذه الآليات البديلة، ما هي هذه الآليات البديلة التي يمكن من خلالها تجاوز مجلسي النواب والدولة وحتى تجاوز المجلس الرئاسي ووضع قاعدة دستورية تجرى على أساسها انتخابات عامة في ليبيا؟ أول بعجالة، ما سماه النفي المبادرة هو رد وتخوف من حقيقة أن الصفقة بين مشري وعقيلة أحد أجزائها المهمة هو وصول عقيلة إلى رئاسة المجلس الرئاسي لكي يسمح بأي شيء آخر، وربما المشري رئيس الوزراء أو عضو في المجلس الرئاسي. فلهذا المنفي وجماعة اثنين الآخرين الكوني واللافي يحاولوا حماية نفسهم، هي يا جماعة كيف تبوا تطلعونا وتخشوا انتوا، هيا نلعبوا مع بعضنا. هذا 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 هو الغرض من هذه اللي سميت عبثا مبادره. ماذا عن الخيارات البديله؟ ولكن البدائل الخيارات البديله جربت ونجحت عندما التزم بها مثلا ملتقى الحوار السياسي كان بديلا عن مجلس النواب ومجلس الدوله. مجلس النواب كانوا عنده 13 عضو، مجلس الدولة كان عنده 13 عضو، وال 49 عضو الآخرين ما همش من مجلس الدولة ولا مجلس النواب.
أو لم يأتوا هناك للتصويت لمجلس النواب ومجلس الدولة، وعندما التزموا وكان تشكيل السلطة التنفيذية حصريا لدى ملتقى الحوار السياسي، نجح ملتقى الحوار السياسي في تشكيل سلطة تنفيذية سميناها حكومة الوحدة الوطنية. ولكن عندما أخرجت الانتخابات من سلطة ملتقى الحوار السياسي وأرجعها كوبيتش إلى مجلس الدولة ومجلس النواب، فشلت الانتخابات. فهناك بدائل جربت، واضح. ولكن البدائل الجديدة ربما يكون هناك حاجة لتوسيع ملتقى الحوار السياسي، وضم كما شرحنا في مبادرة 120 أن يضم عمداء البلديات أو البلديات والأعيان وربما الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني. واضح. ربما يكون العام المقبل عام 2023 هو عام الخيارات البديلة. نترقب وننتظر. أستاذ صلاح البكوش، أشكرك جزيل الشكر. المحلل السياسي كنت معنا من استديوهاتنا في طرابلس، كما نشكر الدكتور يوسف البخبخي الأكاديمي والباحث في الشأن السياسي، كنت معنا أيضا من استديوهاتنا في طرابلس. نشكركم جزيل الشكر، والشكر موصول إليكم مشاهدينا الكرام على كرم متابعتكم. ولا يسعنا في ختام هذه الحلقة وختام هذا العام إلا أن نقول لكم تصبحون على خير، وكل عام وأنتم بخير.